Dan apabila kamu melihat di sana, maksudnya kamu diizinkan untuk melihat surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan yang tak dapat digambarkan. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Ia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya, yakni surganya. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Dan bagi orang-orang lalim, disediakannya azab yang pedih, azab yang menyakitkan. Mereka adalah orang-orang kafir.